نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكلة تطبيق تيليجرام لا يفتح، قم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات. بعدها سنقوم بالضغط هنا على التطبيقات. بعدها سنقوم بالضغط هنا على تطبيق تيليجرام. سنقوم بالبحث هنا عن تطبيق تيليجرام، سيظهر على هذا الشكل. بعدها سنقوم بالضغط هنا على إيقاف الإجباري، ثم سنقوم بالضغط هنا على الموافقة، من ثم سنقوم بالضغط هنا على مكان التخزين. بعدها سنقوم بالضغط هنا على مسح التخزين، من ثم سنقوم بالذهاب إلى متجر جوجل. هنا سنقوم بالبحث عن تطبيق تيليجرام، سيظهر على هذا الشكل. وعندما تجدون هنا تحديث، قم بضغط عليه وسيتم تحديث تطبيقكم تيليجرام. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا